السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین نماز چینل السید مذکر آن لائن تجوید القرآن مجید کے حوالے سے ناظرین آج ہم پڑھیں گے سورۃ البینہ. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.